جميع الأبحاث تقول أشخاص سعداء يعيشون بشكل مختلف عن الباقي، حياتهم غير مختلفة عن الباقي، ولكن يعرفوا كيف يعيشوا الحياة بسعادة أكثر. السعادة هي نتيجة التفسير الذاتي لإدراكنا في الحياة، فإن تصوراتنا ليست دائما مسألة اختيار، فالحياة تعرضنا لعدة أنواع من العقبات. في الحياة سنجد أنفسنا في مواقف معينة بسبب الإجراءات التي اتخذناها أو القرارات التي اتخذناها في الحياة. أشخاص سعداء لا تحاول جعل الآخرين يحبونهم، وذلك لأنهم لا يهتموا بما إذا كانوا محبوبين أو لا، إنهم يحبون أنفسهم ولا يدينون لأي أحد سوى أنفسهم. ممكن ستحبهم، ممكن ستكرههم، ممكن ستتجاهلهم، كل ذلك لا يهمهم. أشخاص سعداء تفعل ما تريده لأنه قررت القيام بذلك. إنهم لا يحاولون الفوز بموافقتك ولا يريدون أن يكونوا جزءا من مجموعتك، فهم أنفسهم عبارة عن مجموعة بحد ذاتها. إنهم يعيشون حياتهم بالطريقة التي يرونها مناسبة، وإذا كنت تحب هذه الطريقة فهذا جيد، وإن كنت لا تحب هذه الطريقة فهذا أيضا جيد بالنسبة لهم. إنهم يفعلون الأشياء التي يريدونها لأنهم يريدون ذلك، ليس لأنهم يعتقدوا أنه يجب عليهم القيام بذلك. أشخاص سعداء تعرف بالضبط ما تريد فعله وما هي الإجراءات التي عليها اتخاذها. لا أحد يجبرهم لفعل أي شيء، ويفعلون ما يعتقدون أنه صحيح، ولا يكلفوا نفسهم بطلب الإذن من أي أحد، إنهم فقط يفعلوا ذلك. أشخاص سعداء يحبون أصدقائهم ولكن لا تعتمد عليهم. الأشخاص السعداء تعتبر الأصدقاء نوع من المشكلة، لأنهم ليسوا ملك لهم، إنهم لا ينتموا لأحد. الأصدقاء لديهم احتياجاتهم ومتطلباتهم الخاصة. الأصدقاء سيضعوا أهدافهم أولا ومن ثم أهداف الأشخاص الآخرين. فمن الرائع أن يكون لديك أصدقاء، ولكن إذا كنت تبني عليهم الكثير فسوف تشعر بالنهاية بخيبة الأمل. أولئك الذين يعيشون حياة سعيدة لديهم أصدقاء، ولكن يحافظون على استقلالهم لتجنب لحظات خيبة الأمل أو لحظات عدم الاستقلال. عندما تسأل شخص سعيد ما هو عملك، لا يجيبك باللقب الوظيفي الذي يعمل به، وإنما يخبرونك بالأشياء التي يعملون بها في حياتهم، الأماكن التي زاروها أو الأماكن التي يريدون زيارتها، المشاريع التي يشاركون بها أو تلك التي يبدأوا بها، أو المشاكل التي يحاولون حلها والمعارف التي يعملون معها لحل المشاكل. عندما تسألهم عما يفعلون، يتحدثون عما يفعلونه في حياتهم، وليس مثل الأشخاص العادية التي ستتحدث عن العمل الذي يعملون به لدفع تكاليف الحياة العادية. في الحقيقة أشخاص سعداء لا يعرفون الانتظار ليعيشوا الحياة التي يريدونها في المستقبل، بل يعيشونها الآن، وهذا ما يحدد مدى سعادتك. أشخاص سعداء يعتقدون أن لديهم سيطرة كاملة على كيفية تفسير رؤيتهم للحياة، يرون العالم بالطريقة التي يريدونها. نحن جميعا نعيش في الواقع الذي نبنيه لأنفسنا. البعض منا ببساطة خلق واقع أفضل من الآخر. أشخاص سعداء يعيشون في الوقت الحالي الآن، لأنهم يحلمون في المستقبل. أشخاص سعداء لديهم أمال، أحلام، أهداف، لديهم احتياجاتهم وتطلعاتهم، لكنهم لا يسمحون لأنفسهم بالتمادي والضياع. لا يمكنك أن تعيش الحياة دون أن تفعل شيء سوى التفكير في المستقبل، لأنك ستفتقد الوقت الوحيد الذي يهم حقا، وهو الآن، وهو الحاضر. فقط الحاضر هو اللحظة الوحيدة التي يمكنك العيش فيها حقا، وكل شيء آخر هو مجرد وهم. أشخاص سعداء لا تحاول تغيير الآخرين، ولكن تعلم كيفية التعامل معهم بطريقة صحيحة. تكريس طاقاتك لتغيير الآخرين عبارة عن مضيعة للوقت. الناس تتغير، ولكن فقط من تلقاء نفسها،
وعليهم أن يقرروا تغيير أنفسهم، وهذا يحدث مع مرور الوقت فقط. لا يمكنك دفع الناس للتغيير بقوة، ذلك لن يجديك أي نفع. السعادة يجب أن يكون جزء مهم في حياتنا لنعيش حياة أكثر رفاهية ومستقلة، فلنعمل لجعل حياتنا أكثر سعادة.